وينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. بعد التحية أحمد، هنا خيار التعامل أو التعاطي مع صندوق النقد الدولي لم يكن هو الخيار المطروح يعني لبنانيا، حتى سواء كان في الناحية السياسية أو الاقتصادية، لكن يبدو أن هذا الخيار أصبح مطروحا الآن. ترى ما هي مسار المفاوضات ما بين لبنان وصندوق النقد الدولي أولا؟ تحياتي لك في البداية. والعلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي هي علاقة قديمة، وكانت هناك محاولات مستمرة من الحكومات المتعاقبة على التعامل مع صندوق النقد الدولي والدخول معه في برامج إصلاحية لإنقاذ لبنان من الأزمات، وذلك ما قبل الانهيار الكبير الذي حدث عام 2019. ثم جاء الانهيار الكبير في 2019، ووجدت الحكومة اللبنانية وأجمعت مؤسسات الدولة اللبنانية على أنه لا خروج من الأزمة الاقتصادية إلا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وبالفعل توجهت حكومة رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب إلى الصندوق في عام 2020، ولكنها صدمت أو صندوق النقد الدولي صدم بتضارب الأرقام في الحكومة اللبنانية، وخصوصا فيما يتعلق بالخسائر، حيث قدرت وزارة المالية في حكومة حسان دياب الأرقام الخسائر برقم معاكس لما قدره مصرف لبنان المركزي، فتعثرت المفاوضات ووصلت إلى طريق مسدود، حتى جاءت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في شهر سبتمبر 2021 وأعادت المفاوضات من جديد، ولكن بعد دراسة مستفيضة وحدث فيها الأرقام المتعلقة بالدخل والخسائر، وصارت المفاوضات في مسار إيجابي جدا. حتى شهر أبريل الماضي تمكن لبنان من التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ووقعه بالفعل في شهر أبريل، وتضمن سلسلة من الشروط على أمل أن تطبق هذه الإصلاحات والشروط خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما أو 90 يوما على أقصى تقدير، فيحصل لبنان بموجب هذا الاتفاق على تمويل من الصندوق. نعم أحمد، ولكن دخل بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تمكن مجلس النواب اللبناني من إجراء 3 إصلاحات فقط من بين حوالي عن 7 إصلاحات مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ. على سبيل المثال، أقر مجلس النواب قانون الشراء الموحد. هذا القانون الذي ينهي فكرة الاحتكار، وينهي فكرة أن يكون فصيل معين باحتكار سلعة معينة في لبنان، ويكون هناك شفافية في موضوع الشراء بشكل عام في البلاد. بالإضافة تم إقرار مشروع موازنة 2022، كما تم إقرار أيضا مشروع قانون السرية التعديلات على قانون السرية المصرفية. هنا في هذه النقطة بالتحديد أحمد، يعني إذن هناك من يشكك يعني في الهيئات اللبنانية في صوابية بعض المعالجات والأطر التي يستخدمها صندوق النقد الدولي عامة يعني في عدد من الدول، لكن في لبنان مثلا الحديث حول إلغاء السرية المفروضة على التوحيد وتحرير سعر الصرف، مسألة شطب الودائع، يعني هذا الموضوع قد يكون أطروحات غير مرضي عنها من قبل الاقتصاديين في لبنان وغير مرضي عنها أيضا من قبل صندوق النقد الدولي، لأنه الأزمة في لبنان أن هناك معلومات مغلوطة يتم بثها على الاتفاق بين لبنان أو بين الحكومة اللبنانية وبين صندوق النقد الدولي. ولكن أنا اطلعت على جميع بنود الاتفاق بين لبنان وبين صندوق النقد الدولي، لم يجد فيها أحد، ولم أجد أنا شخصيا فيها بند يتحدث عن شطب الودائع أو أن أو يسمح للحكومة اللبنانية باحتجاز ودائع اللبنانيين أو إلغائها بشكل كامل. ولكن هناك برنامج، هو صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة اللبنانية وضع برنامج بخطة زمنية محددة لرد أموال المودعين مع تقسيم المودعين لشرائح ومراحل، وهذه مقترح من الدولة اللبنانية لا علاقة لصندوق النقد الدولي به، ولكن صندوق النقد الدولي يحرص دائما في الاتفاق، وفي حتى في تصريحات مسؤولي هنا في لبنان الذين حرصوا على الزيارات المتتالية خلال الأشهر الماضية أن أموال المودعين وخصوصا صغار المودعين لابد أن تضمنها الحكومة ومصرف لبنان المركزي ولا مساس بها، وهذا هو خلاف أساسي في القوانين التي المنظورة أمام مجلس النواب والتي تأخرت حتى الآن في إقرارها في مجلس النواب. على سبيل المثال قانون الكابيتال كنترول، يعني وجود موانع قانونية ودستورية تمنع
لبنان أو حتى أي دولة أخرى أيضا يعني أحمد من أنها تصلب الودائع للمودعين؟ بالتأكيد لا شطب الأموال المودعين على الإطلاق، بالعكس هو صندوق النقد النقد الدولي يريد ضمانه، والحكومة اللبنانية أيضا حريصة على ذلك، هي الضمانات لرد أموال المودعين. ولكن كيف للدولة اللبنانية أن ترد أموال المودعين ومصرف لبنان المركزي الذي يمتلك احتياطات الحكومة لا تتوفر فيه الأموال الخاصة بالمودعين؟ فبالتالي لابد من تأمين دخل، لابد من تقسيط هذه الودائع وردها بشكل معين، لابد من إقرار قانون الكابيتال كنترول الذي يفرض قيودا على التحويلات المالية سواء من لبنان أو دخل أو من لبنان أو إلى لبنان. فلابد أن تكون هذه التحويلات تحت عين الحكومة وتحت عين مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكون وفقا لقيود وضوابط معينة معمول بها في جميع أنحاء العالم. يعني التعجب الأساسي من صندوق النقد الدولي أن كيف للبنان لا يتعامل بقانون للكابيتال كنترول حتى اليوم، وكل تأخير في إقرار قانون الكابيتال كنترول يكبد لبنان خسائر فادحة وفقا لما أكدته الحكومة اللبنانية على لسان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. فبالتالي التحديات الكبرى أمام الحكومة اللبنانية في الوقت الحالي في لإقرار قانون بشكل نهائي مع صندوق النقد الدولي هو إقرار مشروع قانون الكابيتال كنترول، ثم طرأ أيضا تطور هام وهو إقرار موازنة عام 2023 حتى لا تتأخر في الإقرار مثلما حدث في موازنة 2022، وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف. وكل هذا يأتي ضمن خطة معروفة أو أقرتها الحكومة اللبنانية وتحدث عنها رئيس الحكومة اللبنانية أمس أمام المصرفيين من مختلف أنحاء المنطقة العربية وممثلين المنظمات الدولية، وهي خطة الإصلاح والتعافي التي تتضمن كل هذه الإصلاحات دفعة واحدة.